بيجي من قدام الكعبة بيدعو الله انه يظهر الحق ويظهر الحقيقة، لانه فعلا الراجل لم يقصد المشاكية بأي سوء. هو شيخ أزهري وراجل بيشتغل في الأوقاف وكان خطيب وإمام مسجد سيدة عائشة، فطبيعي انه يطلع يقول ويفتي في بعض المسائل الفقهية. حضرتك رفاعي طبعا مظلوم حضرتك وما قالش الكلام ده في حقها. بص ما نضرب المثل بحد يا فندم، لما تتكلموا في النص في مسألة موضوعية، انتوا عندكم اصلا المشرع المصري في النص المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية بيقول لازم المجني عليه يقدم شكوى بشخصه موقعة منه. ميار الببلاوي ما قدمتش شكوى، او بمعنى ادق المجني عليها اسمها منال محمد توفيق. ميار الببلاوي ده اسم الشهرة، وبعدين مش موقعة لا هي ولا محاميها، والمحامي اللي عامل العريضة ما كانش ايامها محاميها. ده التوكيل اتعمل بعد ما الشكوى اتقدمت بثلاث ايام، يعني عملت شكوى باسم وهمي اللي هو الاسم بتاع الشهر. ومين مين المحرك الاول للقضية؟ مفيش محرك، لا الشكوى مقدمة من منال محمد توفيق، مقدمة من الاسم اللي هو ميار الببلاوي، ده اسم اعلامي تحطيه على الافيش في الفيلم، لكن في اوراق الرسمية بتاعت الحكومة تكتبي اسمك الرسمي منال محمد توفيق واعر، مفيش حتى اسمه ميار الببلاوي، اكتبي بين قوسين الشهرة ميار الببلاوي انت حرة. طب هل وقعت؟ هل المحامي بتاعها وقع؟ ده شرط لزوم اساسي، ده قانونيا غير صحيح، قانونا غير صحيح، وبناء عليه بينهدم الاساس القانوني اللي بنيت عليه الدعوه ان مفيش شكوى اصلا. دفاعي حضرتك طلبت ايه؟ احنا طالبنا ببراءه الشيخ محمد ابو بكر استاسيسا على انتفاء اركان الجريمه. الراجل ما قصدهاش ولا كان يتكلم عنها، وبحسن نيته كان بيتكلم عن المساله الفقهيه تاسيسا على حسن النيه وانتفاء الركن المادي والركن المعنوي لجريمه السب والقصف. وضحنا كمان ان الموضوع كله في حقيقته كان تقصير للمسألة الفقهية بحكم ان هو عالم ازهري وراجل بيشتغل في الاوقاف وكان خطيب وامام مسجد سيدة عائشة، فطبيعي انه يطلع يقول ويفتي في بعض المسائل الفقهية. دفاع الشيخ محمد ابو بكر، الشيخ محمد ابو بكر لو حضرتكم بتبص يوم من قدام الكعبة بيدعو الله انه يظهر الحق ويظهر الحقيقة، لانه فعلا الراجل لم يقصد المشاكية بأي سوء. هو شايف انه مظلوم حضرتك رفاعي طبعا مظلوم حضرتك، وما قالش الكلام ده في حقها. بص الكلام طلعت بره في برنامج وقالت انا متجوزة، المذيع بيسألها متجوزة كم مرة، قالت له 4 وما ملكت ايمانكم. هم الستات عندهم ملك يمين. ما المعنى بملكة ايمانكم دي؟ حاجة ما كانت موجودة قبل الاسلام اسمها ملك اليمين. الراجل يبقى متجوز وعنده جواري مثلا 3-4 ستات، كانت قبل الاسلام والاسلام حرمها للرجالة، يبقى ازاي الستات تقول على نفسها عندي ملك يمين؟ اهو انا بقى دلوقتي لو طلعت واتكلمت قلت يا ست ميار ما ينفعش تقولي على نفسك كده لان الفعل ده عيب وحرام، ممكن ترفع عليا دعوة وتقول لك بس ده بيتهمني ان انا بعمل العيب والحرام. استاذ احمد دلوقتي بتكلم على المسألة مش انا هي. استاذ احمد معلش انا بس عاوز اوضح نقطة حضرتك ذكرتها، احنا لما بنذكر او بنسأل اسئلة احنا عاوزين نوضح بشكل مباشر، انا اقصدك انت بالتحديد، لكن لما اقول ان اللي تتجوز وتتطلق بمحلل يعتبر الفعل زنا والفعل ده فعل حرام انا ما قصدتهاش هي، انا بكلم عن الفعل توصيف الفعل لكن مش وصفها هي مش معانا ملهاش طرف، احنا ما نقصدهاش ولا الراجل يقصدها. الراجل بيأصل وبيشرح وبيوضح المساله الفقهيه، بيعرف الناس الحلال والحرام، الجائز والمباح، الممنوع والمرغوب، لكن في ناس بتاخد الكلام على نفسها بهدف ان هي عايزه بقى الترند والشو والبروباجندا وطلعت بس مهبه قالت لها كده فيديو، قالت لها انت جايه بعد شهر ونص تتكلمي ليه؟ ولا بعد الشيخ ما طلع؟ انت عامله البروباجندا دي كلها وتتقولوا على نفسكم حاجات كدبه عشان تعملوا الترند، وانا بسيبكم تاكلوا عيش، ده كلام بس مواهبه ليها. حضرتك الجلسه انتهت عليها؟ الجلسه انتهت بانه احنا الاثنين قدمنا مذكراتنا وقدمنا مستنداتنا وكل واحد قدم ما لديه، والمحكمه اجلت لاخر الجلسه القرار يا اما بالحكم او هتحجز الدعوه. عايزين نوضح بس يا فندم ان كلا الطرفين متهمين في القضيه. الاثنين متهمين، الشيخ محمد ابو بكر متهم والاخت ميار متهمه. اتهامات متهمين بنفس الاتهامات. بنفس الاتهامات السب والقصف والازعاج وإساءة استخدام الإنترنت. طب هل هي وجهت لي سب وقصف مباشر؟ طلعت قالت في فيديو على الموقع بتاع الأستاذ ده، قالت له أنت اللي تيس واللي بيقول عليا أي كلام هو